وإيه وأسرع. صلاح الدين قال له طيب يا حاضر يا رزين، أنا بقى هوريك أنا بعمل إيه لما حد بيجي على المسلمين. فقام صلاح الدين مستولي على 2500 واحد من الأفرنجيين وقال له تسلم لنا بضاعتنا والمسلمين نسلمك الأفرنجيين. والله عداك العيب يا عم صلاح وأزح. أرناط صور مدلدل قوي قام نازل من مناخيره عشان إحنا إيه في رمضان، وقام قايل انا هنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد كده قامت حرب بيناتهم كسبها صلاح الدين. بعد ما كان صلاح الدين مستحلف لأرناط انه هينتقم منه اشد انتقام بعد اللي قاله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانه ناوي ينبش قبره اللي موجود في مكة، قام صلاح الدين جابه في الخيمة بتاعته وقطع راس أرناط، وفي رواية تانية بتقول ان هو قبل ما يقطع راسه قطع ايديه الاتنين اللي كانوا عايزين ينبشوا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. اما بقى الاستاذ الجامد زحليقة الاستاذ قمر الدين ذو الفقار